مرحبا. مرحبا. حالك؟ الحمد لله. عارفيني عن حضرتك؟ اسمي ديما حميدك. كم عمرك؟ 11 سنة. قولي لي ديما، شو بتعملي هان؟ بعبي مي. ليش من مستشفى ناصر تحديدا تيجي تعبي مي؟ عشان فيش عنا مي، زي بضطر اجي هان. شو بالنسبة للأكل؟ أكل فيش عنا أكل، الوضع صعب. شو اسمه؟ واحنا محتاجين اكل. شو كمان؟ وين بابا وين ماما؟ بابا ايش قبل الحرب متوفى، توفى. وامي هي عايشه، يعني امي مش قادره ايش جبنا اكل، توفير الاكل، ومش قاعدين ومعناش غاز وعمار طبيخ عمار، نجني نشرب مية، نجني نعبي مية بالقلال، ومش عارفين ايش نجيب اكل، وامي مش عارفة، ما احناش بخاري ومحتاجين. من وين انت ديما؟ من خينونس. الحرب شو اثرت عليك؟ ما رحتش على المدرسة، بطلنا نلعب مع صحباتنا، بطلنا نقرام، والحرب اثرت علينا، مش عارفين ايش نعمل في حالنا. طيب شو بتحبي توجهي رسالة للعالم كله؟ ينهوا الحرب، ما يصيرش زد الحرب، بدي وقفة إطلاق النار، والحرب تخلص.